طريقة التطبيق لتأثير الفيلفت. بعد التجهيز للسطح وصنفرته صنفرة خفيفة، يتم دهان السطح بوجهين هاي بلاست إكشل ربع لمعة بنفس درجة لون الفيلفت المطلوبة كبطانة، وتترك للجفاف لمدة ساعتين. يتم فرد الفيلفت بواسطة المالك مع ترك زيادات، والكي أو الضغط عليها بالمالك على شكل 8 بالإنجليزي أو دوائر عشوائية. الفيلفت يمكن تلوينه بألوان متعددة من كارتيرلات الديكور وإماجين وبورتفوليو.